اهلا بيكم في فيديو جديد. النهارده احنا عند بيست باي هندخل نشوف الالكترونيات اللي جوه، الموبايلات، اللابتوبس، الدرونز، كل الحاجات دي كلها، الكاميرات كمان، لان في ناس كتير بتسال على الكاميرات واسعارها هنا في كندا. فخلونا ندخل نشوف ايه اللي جوه ويلا بينا. دي العربيات جيك سكواد، دي بتاعه بيست باي، برضو بيبعتوها لك لتصليح الاجهزه الكهربائيه عندك في البيت والالكترونكس والكمبيوترز، فبيبعتوا لك العربيات دي لما بتكلمهم بيبعتوا لك الصيانه بتاعتهم. اهي دي هنا حتى مكتوب عليها اهو بيست باي والجيك سكواد. دي زي ما بقول لك دي العربيات بتاعتهم اللي بتجي لك تصلح اجهزه الكمبيوتر والالكترونيات اللي بتبوظ عندك. ده ايفون 14، المساحه 128 جيجا، وسعره هنا في بيست باي 1100 دولار. وهنا برضو 14 بلس 128 جيجا، وسعره هنا 1250 دولار. هنا طبعا كل ده الركن بتاع الايفونز، حاجات الايفون كلها. هنا 14 برو ماكس 128 جيجا، سعره 1550 دولار. ده كان ال 14 برو ماكس. تعالوا نشوف بقى حاجات تانية. هنا الايباد، هنا ايباد 64 جيجا 600، يعني اولموست 630 دولار. هنا ايباد ميني 880 دولار. هنا ايباد 10.9 انش ب 800 دولار برضو. برضو نفس الموضوع، هنا 10، هنا 11، هنا ايباد برو 11 انش 128 جيجا، سعره 1300 دولار كندي. طبعا كل الاسعار اللي بنقولها دي بنقولها بالدولار الكندي. اجهزه الماك، هنا عندهم اي ماك. طبعا ده الفيس ليفت الجديد، القديم اللي عندنا طبعا غير ده، اصغر شويه. ده بيكون هنا 24 انش، اوكي، في شريحه الام 1 1680، وفي هنا برضو الام 2، مش عارف ايه الفرق ما بينهم، 1900 تقريبا، ممكن يكون الفرق الرامات بقى. هنا نفس الموضوع برضو، فهنا كلهم بشريحه الام 1 بس ممكن يكون الرام مختلفه، فعلشان كده كل ما بتزيد الرام كل ما بيزود السعر. هنا نفس الموضوع برضو، هنا الماك بوك اير ده سعره 1750، فيها التاتش اي دي. وهنا برضو نفس اللي معرفش ايه الفرق ما بينهم، هنا الاختلاف، هنا 2000 وهنا 1750. ممكن نبقى نشوف حد نسأله. هنا برضو نفس الموضوع، الماك بوك اير دي اسعاره، وهنا نفس الموضوع برضو الماك بوك اير دي اسعاره. هنا عندنا الكاميرا جامبل من ماركة دي جي اي. هنا ده الكومبو، ده يعتبر احدث جامبل للكاميرات من ماركة دي جي اي، وده الميني. طبعا كل واحد فيهم ليه وظائف، ان الكبير بيشيل كاميرات اكبر، والميني تقدر انك تغير المحور بتاعه من هنا وتتحرك بيه في كذا اتجاه. وده المايك من اشهر المايكات الموجودة دلوقتي من ماركة دي جي اي برضو، وانا ما استخدمتهوش بس الكل اللي استخدموه بيشكروا فيه ومبسوطين معاه جدا، وسعره 450 دولار كندي. الكاميرات بتاع سوني مش عايزين ننساها، الفا دي هنا 7 سي، دي المفروض ان هي اصغر فول فريم كاميرا موجودة دلوقتي في السوق، وهي ال 7 سي. طبعا كاميرا محترمة جدا، وتقدر تبدل لها العدسات، فليب سكرين، بتصور لك 4K لغاية 30 فريم في الثانية. فمن الكاميرات الجميلة برضو اللي تقدر تشتغل بيها شغل كوميرشال. وهنا الكاميرا برضو اللي جنبيها الاي 6600 برضو، هي جديدة طبعا، هي امتداد لل 6400، بس الفرق دلوقتي اللي موجود انك تقدر تبدل لها العدسات بتاعتها بالعدسات اللي موجوده من سوني. وبرضه بس هي للاسف مش فليب سكرين، هي بس بتطلع معاك كده.
فهنا ما شاء الله في شوية كاميرات، بس كنت أأمل إن إحنا نلاقي كاميرات زي الـ FX3، زي الـ A7 Mark 3، الـ A7S Mark 3. للأسف مش موجودة، في بس هنا بعض الكاميرات. هنا بنتكلم في A7 Mark 2، في 7 مارك 2 مارك 3، في مارك 4 نزل يعني، المفروض مارك 4 تكون موجود. طبعا دي الكومباكت كاميراز دي لل، حتى هنا بيشرح لك يعني لصناع المحتوى، للناس اللي بيشتغلوا في الميك اب والحاجات دي كلها، علشان الاوتو فوكس بتاعها سريع، زائد ان هي كاميرا صغيره ولطيفه بيكون لها كنترول برضه. هي للكاميرات، الكاميرات دي للناس اللي لسه بيبدأوا محتوى، محتاجين حاجة خفيفة وبسيطة، مش محتاجين حاجة كبيرة يعني، فدي ممكن تقضي معاهم الغرض. طبعا هنا في برضه أختهم التالتة A7 Mark 4، أصبح إن إحنا عندنا A7 Mark 2 Mark 3 Mark 4، دي طبعا الأحدث فيهم، والبادي ما شاء الله عليه بادي محترم يعني، وطبعا فليب سكرين، كاميرا من الكاميرات المحترمة والكاميرات اللي تحب تقتنيها فعلا، وبتنفعك في شغل الفيديو والفوتو. يعني ميزة الـ A7 الألفا A7 ان انت بتشتغل شغل فوتو، فوتوغرافيا وفيديوغرافيا، فحلوة تنفعك كويس جدا، ولو في كوميرشال محترمة جدا. زائد هنا طبعا الكاميرات الباناسونيك، دي هنا الكاميرات الباناسونيك كلها بأسعارها، وهنا في الكاميرتين السوني برضو تعتبر من الكاميرات الهندي الخفيفة يعني، ودي كاميرا نايكون. ودي الكاميرا الزد 50 من نايكون، برضو من الكاميرات اللي بتنفع البلوجر جدا، كاميرا نايكون زد 50 من الكاميرات اللطيفة واللي تستاهل ب 1050 دولار. طبعا نيجي هنا للجنب، كل ده اللي هنشوفه هنا كلها كاميرات كانون. فهنا مثلا عندنا كانون اللي هي الـ M200 ب 630 دولار. هنا نفس الموضوع برضو، دي كلها كاميرات كومباكت، دي تعتبر دي الـ M50 Mark 2 الإصدار الثاني من M50. دي اهي كاميرا لطيفه وصغيره وبتنفع صناع المحتوى جدا يعني. الام 50 مارك 2 من الكاميرات هم قافلين عليها لوك، هنا قافلين لوك على الشاشه، فللاسف مش هنعرف نفتحها، بس هي الكاميرا الام 50 مارك 2 من الكاميرات المحترمه يعني لصناع المحتوى للبيجنرز، لان هي مش كوميرشال كاميرا، هي مش فول فريم كاميرا، هي كروب فريم، فهي للناس المبتدئين اللي محتاجين كاميرات بمبالغ قليله على قدهم يقدر يبدا بالام 50 مارك 2. وطبعا هنا الار بقى، هنا ار بي وهنا اس ال ار تي 7. طبعا هنا احنا في امريكا وكندا يتقال ريبل، بس دي في الشرق الاوسط ما بتكونش موجوده. طبعا هنا بعض الاكسسوارات برضو والباجز للكاميرات، يعني يعتبر ده الركن ده للمصورين والفلوجرز. مثلا هنا دو بيرل، ده ستاند لطيف للموبايل، تقدر انك تحط عليه الموبايل ومعاه كشاف ومايك لو انت بتعمل فلوجينج في البيت. فانا رشح لك حاجات كيت بيكون زي كده، بتكون حاجات بسعر كويس وتفيدك، انت قاعد في مكان قدامك تقدر تحط الكاميرا سوري الموبايل على الستاند قدامك ومع الاضاءه والكاميرا والمايك بتاعه، وتبدا انك تشتغل وتعمل شغل. فبرضه هنا كل الجنب ده للجماعه بتوع الكاميرات والتصوير والحاجات دي كلها. فخلونا نشوف بقى الدرونز فين. احنا جينا دلوقتي لاهم قسم في الالكترونكس واللي الناس كلها بتسال عليه، وهو قسم الدرونز، ودول يعتبروا اهم تو درونز في الماركت حاليا، اللي هي الميني 3 برو والدرون الثاني اللي هو الافيتا. الميني 3 برو ليها مميزات كتيره جدا، ان هي بتصور بالعرض وبالطول، وده طبعا ده تحفه التحف يعني حقيقي. لو انت بتصور
شغل مش كوميرشال، حاجه ليك انت، حاجه بيرسونال، فدي هتفيدك جدا لان انت بتلبس النظاره بتاعتها والكنترولر وتبدا انك تحرك بيها، فبيكون في نوع من المتعه، بيكون في متعه جامده جدا. هنا بقى الكوميرشال بقى، هنا حتى احنا لو ننزل نشوف الاسعار، هنا دي سعرها من غير الكنترولر، وهنا سعرها بالكنترولر، وهنا برضو الميني 3 برو برضو سعرها من غير الشاشة، وهنا سعرها بالشاشة. عندنا برضو المافيك 3 تحفة، المافيك 3 هنا، بس طبعا هنا دي حجمها كبير وزنها كبير. اللي يميز المافيك برو ميني 3 ان هي وزنها اقل من 250 جرام، فتبدا تطيرها، تقدر تطيرها في امريكا وكندا بدون تصريح، اوكي، لان وزنها اقل من 250 جرام، فتبدا تطيرها في امريكا وكندا فقط بدون تصريح. طبعا باقي الدول بيكون لازم تصريح. في امريكا وكندا الدرونز الكبيره لازم يكون ليها تصريح، اي درون بيكون فوق ال 250 جرام لازم له تصريح. فانت برضو عندك تشكيلة درونز كتيرة. وهنا طبعا ده كينج، برضو كينج كبير، الاوزمو موبايل 6، هو اللي احنا معانا بنصور بيه بالموبايل، الاوزمو موبايل 3. ده اوزمو موبايل 6 طبعا بيتميز ان هو قطعتين، القطعة دي انت بتركبها في تليفونك بتكون جاهزة خلاص، وقت لما تيجي مثلا خلاص تصور تروح مركبها بدي على طول، وتبدا انك تشغل الباور وتبدا تشغل الدرون بتاعك. خلاص كمان ان هو في المنطقه دي تقريبا طبعا في الاوبشن ده انك برضه تقدر انك تخليه بعيد عنك شويه بحيث انك تعرف تصور، بس طبعا عشان هو مقفول دلوقتي واحنا برضه مش عايزين نقعد نلعب في حاجه الناس. دي الاشياء اللي موجوده او اللي بيقدمها لك الاوزمو موبايل 6. طبعا هنا بقى ملكة الاكشن كله، الاوزمو اكشن 3. دي الشاشة الامامية ليها، اوكي، وهنا ممكن اهي دي الشاشة الخلفية ليها، مثلا لو بنعمل كده سوايب تو انلوك ذا سكرين، شايف الرؤية، هي اكشن كام، وطبعا فيها ستابلايزيشن محترم. ده جنب الكاميرا، ودي الشاشة الامامية اهي، وهنا من فوق طبعا ده زرار الباور، ومن تحت الناحية التانية. فطبعا الاوزمو اكشن 3 هي من الكاميرات الاكشن المحترمة اللي موجودة حاليا في السوق. طبعا انت عندك هنا الايباد برو، في راكب عليه الكيبورد بتاعه اللي هو بيكون طاير فعلا حرفيا، بس بيكون الماجناتيك من ورا، زائد ابل بنسل تبدأ انك تتحرك بيه. طبعا الرسامين، الجماعة الرسامين والناس اللي هم بيكونوا مهتمين بالرسم اكتر والجرافيكس والحاجات دي كلها، القلم بينفعهم جدا. ودي هنا الاسعار، نفس الموضوع برضو الايباد ميني في نفس الستايل الكيبورد بتاعه. احنا هنا عندنا تجميعة تحفة للماك ميني، ننزل على الماك ميني، زائد السكرين 27 انش 5K، معاهم طبعا الكيبورد مع الفينجر برينت مع الماوس بلاك، فهي تجميع محترمة جدا. وهنا بيديلك الأسعار كلها، سعر الشاشة لوحدها 2000 دولار، الشاشة لوحدها هنا سعرها 2000 دولار، وهنا الماك ميني 256 8 كورز ب 800 دولار، وال 512 8 كورز ب 1050 دولار، وهنا ال 512 10 كورز ب 1700 دولار. فهنا طبعا بيقول لك بقى برضو باقي الاشياء. هنا الماك برو، هنا الماك بوك برو، وهنا برضو الماك بوك برو، ده اكيد ال 16 انش. يبقى انت عندك هنا ال 14 انش وال 16 انش ام 2. انا كنت متاكد منها لان كان في ال 16 انش اللي كان عليه السبيكرز الحلوين الجامدين اللي بيطلعوا صوت جامد، كان انتل، دلوقتي طلع 16 انش ام 2 وال 14 انش طبعا ام 2. فده هنا الركن بتاع الماك بوك.
واجهزه ابل سواء الماك بوك او الايباد. وشفنا في الاول واحنا داخلين الايفونز، وطبعا هنا بقى الاساور بتاعت الساعات بتاعت ابل كلها هنا والكيسز. هنا الاساور سعرها $60 تقريبا، الكفر الماجنتيك كفر الماك سيف $70، هنا الشاحن ده اللي بيشحن لك حاجتين مع بعض $170. فهنا ما شاء الله يعني حاجات كتير. ممكن نشوف بقى في الجيمنج بقى والحاجات والكمبيوتر، انا ما اعرفش دول ليه محبوسين كده ومقفول عليهم بقفل، بحس ان هم مقبوض عليهم، عندهم مشكله، طلعوا عملوا مشاكل بره فدخلوهم، او شغلوا بورنو بره فقال لك ايه ده مشغل بورنو هاتوه، وراحوا حابسينه. فخد بالك بدل الاي اي كانت امين احلى من امين. المهم احنا في اتش بي دلوقتي، الشاشات الناس اللي بتحب الشاشات الامن اتش بي، شاشات الكيرف طبعا دي في الجيمنج اكتر، ناس بتوع الجيمز اللي بيحبوا الجيمز بيتبسطوا قوي بالشاشات دي. تعالوا نشوف الشاشه دي عامله كام. الشاشه دي 34 انش كيو اتش دي $700. اوكي، وهنا دي 15 انش ب $1200. طبعا لو انت عندك نظام تقسيط عندهم بيكون $40 في الشهر. طبعا بقى ايه، دخلنا على مايكروسوفت ودلع مايكروسوفت وعسل مايكروسوفت. مايكروسوفت من الشركات التقيله من زمان، محدش يستهون بيها. شوف انت عندك مثلا لابتوب زي ده لينوفو مثلا، لو شفنا امكانياته انتل كور اي 9 اوكي 16 جيجا رامات، دي دي رام 1 تيرا اس اس دي. طيب يعني ده اي 9 16 جيجا رامات 1 تيرا اس اس دي. اوكي، سعره كام قلنا؟ $2400. الحاج ديل هنا $1300 34 انش، ما شاء الله يعني ديل برضو من الشركات الكبيره اللي ليها اسم كبير في عالم الكمبيوتر. طبعا حبيب قلبي وحبيب الملايين الاكس بوكس، اكس بوكس بقى جيفت كاردز من اول 15 25 لغايه 50 75، كل الجيمز بتاع الاكس بوكس موجوده، كل الجيمز الاكس بوكس، اكس بوكس جيم باس $72 $50. وطبعا هنا الجنب ده كله بتاع الكنترولرز بتاعت الاكس بوكس طبعا بالوانها الجميله، يعني انا من عشقي للاكس بوكس الالوان والتنوع بتاع الكنترولرز بتاعتها، جميل قوي التداخل ده. طبعا ما ننساش الحاج تايننتو، لان ده طبعا كبروا صغيرين على فكره بيمسكوه بيلعبوا بيه، يعني ما تفتكرش ان هو بتاع صغيرين بس، ده بالعكس ده هو مديلك شاشه، هي الفكره بتاعته ان هو مديلك شاشه اكبر من شاشه الموبايل، ومديلك الكنترولينج بقى يمين وشمال في المنطقتين دول كلهم، تقدر انك مثلا تختار الجيم اللي انت عايزه، وليكن مثلا هنا اي جيم انت حابب تلعبه فبتبدا هنا تشغله. طبعا الاكسسوارز بتاعته بقى كلها مديلك كنترولر زي او شبه بتاع الاكس بوكس، تقدر توصله تبدا تلعب بيه. طبعا هنا بعض الاكسسوارز وهنا بعض الجيمز، هنا جينا في مكان البلاي ستيشن، هنا الفي ار بتاع البي اس 5 رايت، يعني برضو بعض الاكسسوارز دي وسماعات سوني، مش حاجه توسكر قوي. ماركت بوش مبدئيا هو سعر الثلاجه دي $4300، ده مبدئيا. بسم الله الرحمن الرحيم يا اخي، تحس انك بتفتح دولاب مش ثلاجه. والله تنقي بقى، شوف انت هتاكل ايه وهتلبس ايه. لا وشوف هنا في تاتش سكرين، هنا مديلك الفريدج سقعيته كام، الفريزر، ف
فكويس ان هو مدي لك الشاشه مع التاتش سكرين هنا. طبعا هنا في درج تاني، ده الفريزر، هنا برضو الفريزر، وبيدي لك بقى درجين حلوين ما شاء الله، بعض الاكسسوارز ليهم وبعض الحاجات الفيتا فريش. اوكي، بعدين بقى عندك درج تالت تحت، والموضوع برضو بسم الله ما شاء الله. يعني هنا تحس انك عايز تنزل تقعد جوه بنفسك، فاهم يعني؟ انت شايف الحجم، بيدي لك درجين على فكره، هنا اتنين فوق زائد اتنين تحت. بكام التلاجه دي؟ 4300 دولار يا بلاش، حقيقي يا بلاش. طبعا هنا بعض الحاجات، ممكن بقى نخش نشوف باقي التلاجات. وهنا طبعا برضو كوفي ماشين من ماركت بوش، وهنا الديش ووشر، زائد هنا عندنا وفي حاجه تانية برضو كنت عايز اقولها لك، انك تقدر تشغل الكوفي ماشين على الواي فاي، وتقدر برضو تربطها بالهوم كونكت بالسيستم. طبعا بقى الكلام ده في الشقق الكبيره والفلل والقصور دلوقتي كله خلاص بالريموت كنترول، تفتح الستاير تقفلها، تشغل التلفزيون، تطفي النور، تشغل مزيكا، تكلم الجهاز نفسه تقول له انا عايز الفيلم الفلاني. نفس الموضوع برضو انت ممكن تكلمه وتقول له اعمل لي فنجان قهوه، يعمل لك فنجان قهوه. بس انت طبعا رجاء تكون حاطط له بس الفنجان هنا، هو بس عليه ينزل لك القهوه. طبعا هنا في بوتاجاز برضو بوش، هو ما شاء الله بوش هنا مسيطره. طبعا ده البوتاجاز سعره 3500 دولار ده بلاش. كل دي مايكرويف. هنا بقى شوية دواليب زي الدولاب بتاع بوش اللي شفناه هناك، بس هنا ماركات مختلفة. ده برضه نفس الموضوع ما شاء الله، ثلاجة محترمة شيك جدا، عندك كلمة الفخامة. انت ممكن لو تيجي برضه تاخد الجنب ده حضرتك، تيجي تاخد لنا الجنب ده كده برضه، يعني هنا برضو نفس الموضوع، تلاجة برضو بابين تانيين. احنا قلنا هنا دي احنا قلنا سعرها 2000 دولار، اوكي. وهنا طبعا عندنا دي تلاجة بابين برضو نفس الموضوع، اعتقد دي سامسونج. سامسونج. تقول لي عرفتها منين؟ هقول لك عرفتها من الكوين كولينج بلس اللي جوه. فهي سامسونج اللي بتكتب جوه توين كولينج بلس، ومتهيألي بيدوها لك بالازايز دي برضو، او انت حبيت تاخد الازايز يعني، او انت بقى لما تجيب التلاجة اديني انا الازايز، خد انت التلاجة وسيب لي انا الازايز، احب انا الازايز قوي. هنا برضو سعرها 2400 دولار كنديان دولار، خلينا احنا متفقين ان احنا بنتكلم بكنديان دولار. طبعا نفس الموضوع هنا برضو، بتدي لك بقى انت بتختار هنا تسلكت وات يو نيد اكزاكتلي، ثم طبعا يعني قفلنا دلوقتي على الشمس. نفس الموضوع برضو، عندك بابين فوق حاجة محترمة، تحت في فريزر محترم، حاجة فعلا قيمة وحاجة شيك جدا. بس طبعا ده زي ما قلنا ده للبيوت الكبيرة والشقق. وهنا عندك سعرها من ماركة ال جي ب 2400 دولار. هنا ال جي اول تي في حلو ما شاء الله. هنا في التلفزيونات بقى، القسم بتاع التلفزيونات احنا لو قعدنا نتكلم فيه هنقعد لبكره نقعد نتكلم في الفيديو. بس يعني انت شايف الموضوع، يعني الفيديو ابلغ من الكلام.
انواع كتير، عندك سوني، ال جي، سامسونج، فيليبس، انواع كتير، في تلفزيونات باحجام كتير، اسعار مختلفه، في تلفزيون ب 1000 دولار، 2000 دولار، 3000، 5000، 10000، على حسب التلفزيون اللي انت بتدور عليه، حجمه، الكواليتي بتاعت الشاشه بتاعته، فكل ده بيختلف طبعا. احنا عندنا مثلا ده لو بصينا عليه، ده 86 انش 4K UHD HDR ب 1800 دولار. ده واحد يعني من ضمن التلفزيونات اللي احنا شايفينها. هنا في كيرف تي في، الناس اللي بتحب الكيرف طبعا، ده للجيمز برضه اعتقد، يعني كل الجيمز اصلا. ده تلفزيون سامسونج 65 انش 4K. فهنا عندهم حاجه لطيفه، بيقول لك هنا جيمنج هاب موشن جيمنج ديمو. فهنجرب دلوقتي نعمل بروفا لو جيمنج هاب. هنا بيوري لك ان انت لما بتوصله علشان تلعب جيمنج، فالستايل بيكون الجيمنج بيكون ازاي. وهنا الستايل التاني ده الموشن، الحاجات اللي فيها حركه. فبيقول لك يعني ان ما بيكونش فيه موشن بلور. فبروسيسور التلفزيون الحاجات اللي فيها موشن بيجيبها لك الموشن بتاعها طبيعي مش بلور. هي الفكره كلها ان هو بيقول لك ان التي في ده بيست فور جيمنج، من افضل التلفزيونات اللي تلعب عليها جيمنج، وبيوري لك انت ازاي توصل الكونسول بتاعك على التلفزيون، ازاي المشاهد او الحاجات اللي فيها موشن بسرعه، حركه سريعه في الجيم، ازاي هو بيقدر ان هو يجيبها لك بطريقه سلسه وما تكونش بلور، تكون واضحه ولطيفه. فده من ضمن برضو المميزات اللي موجودة في شاشات سامسونج هنا في بيست باي. طبعا هنا عندك المكنة بريستا بتاع القهوة. هنا عندنا المكنتين دول، مكنة ب 1200 ومكنة ب 1100. وطبعا بيكون شارح لك بقى كل التفاصيل بتاعتها والديتيلز. ونفس الموضوع هنا برضو، كل كام أكل قهوة. الناس بقى عشاق القهوة اللي بيحبوا يعملوا قهوة في البيت، سواء بالكبسولة أو بإن أنت تحط المقادير بتاعت القهوة، كله موجود هنا. اللي حابب كده ماشي، واللي حابب كده ماشي. هنا نفس الموضوع برضو، كل زي ما أنت بتعمل. هنا طبعا التوسترز والمايكروويفز والحاجات دي كلها. دي لك زي ما وتسقع لك وتسخن لك في نفس الوقت. ممكن اقرب كده شويه. ده شكل الجهاز طبعا من الاصغر للاكبر، فبتكون اشكال الاجهزه مختلفه. وبعدين هنا بقى الشرح كله بيقول لك هنا لو عملنا ايوه طبعا ده بيكون الريموت كنترول بتاعها، تقدر تتحكم بيها. فطبعا هنا نقدر نقول دي مروحة اخر زمن. هنا بتوزع لك الهواء بالطريقة دي. فدي الميزة اللي هنا، ان هو شكلها كده، ده شكلها، وبيقول لك ان هي بتوزع الهواء بالطريقة دي. فده انا اول مره يعني اشوف حاجه زي كده الصراحه. التكنولوجي كل يوم بتتقدم عن اللي قبله. هنا في قسم الغسالات طبعا زي ما انت شايف كده، الوشنج ماشين والدراير. هنا اغلب الاماكن اللي بتبيع الغسالات، وهنا يعني الاغلب باستخدامات الغساله في البيت، انك بيكون عندك غساله ودراير، غساله ودراير، غساله ودراير. لا الغساله بتعرف تعيش من غير الدراير، ولا الدراير بيعرف يعيش من غير الغساله. فهنا في كل مكان تلاقيهم الاثنين كده توينز، بتنزل تختص في التوينز مع بعض، ووشنج ماشين ودراير، ووشنج ماشين ودراير. حتى تلاقي بص هم معروضين كده توينز جنب بعض. فدي ممكن حتى لو جينا هنا كده السامسونج دول هم نفس الموضوع، تحس ان هم توينز كده مع بعض، توينز برضه. فتحس ان هم يعني ايه كابل، يعني تحس ان الغسالات هنا بتتباع على شكل كابل مع بعض. ووشنج ماشين ودراير، ووشنج ماشين ودراير. نفس الموضوع برضه. ووشنج ماشين ودراير.
كوشي ماشين ودراير، واللي هناك برضه كوشين ماشين ودراير، بس دول يعني نقدر نقول عليهم بتاعت الناس البسطاء اللي فلوسهم مش زايده. هنا بقى دول بتوع الناس اللي فلوسهم زايده، هنا يقول لك ده فلوسه زايده، فلوسه زايده، انا معاه فلوس مش عارف اوديها فين. فانت لو معاك قرشين مش عارف توديهم فين، سوري، لو معاك دولارين مش عارف توديهم فين، فتقدر تيجي تشتري لك الواشنج ماشين وتاخد الدراير بتاعتهم. ممكن بقى يدوا لك اي حاجه هديه فوقيهم بقى، شوف انت محتاج ايه وتاخده على طول. ده كان فيديو بسيط عن بيست باي للالكترونكس. طبعا كلنا عارفين ومكان غني عن التعريف بيست باي، في حاجات كلها جميله واسعاره تعتبر كويسه مقارنه بمتاجر تانية في الاسواق. فده كان فيديو بسيط عن بيست باي كندا، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. السلام عليكم.